كنتواجدوا الان امام مركز ازمور اللي خصاته هذه 5 سنوات الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه الاستعدادات ديال الفريق الوطني. هنا كيداروا معسكرات، كاين استقبال ديال الملاكمين، كاين التغذيه ديالهم، الاقامه ديالهم، ذكور واناث. والجامعه كتعتزم انها تدير على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال المراكز جهويه. بالنسبة لهذا المركز اللي كان تسليم ديالو في 2015 بعدما كان واحد الإصلاح اللي تكلفت فيه الجامعة والوزارة الوصية، من هذاك الوقت هو كيدخل ليه المنتخب الوطني وجميع التكوينات اللي منهم المدربين، منهم الحكام، منهم المدارس الرياضية اللي مكلف بها السي عبد الرسول الزروكي. في كل سنة كيجيبوا في كل عطلة كيكونوا الوليدات الصغار البراعينة كيجيو هنا كيدوزوا 15 يوم في العطلة ديالهم، وفي عطلة الربيع وفي عطلة الصيف. ومن 2015 حتى 2020 كلفني السيد الرئيس السي جواد بالحاج بإعادة ترميم هذا السنتر، وفعلا هذه خدمنا فيه تقريبا واحد شهر. ودابا راه دخل المنتخب الوطني كبار اللي مؤهلين، اللي منهم 6 مؤهلين للالعاب الاولمبيه، وكانوا 3 ديال البنات. كان المنتخب الفرنسي جاء هذا الاسبوع جاب إناث وذكور، وفعلا الإناث سكنوا في مدينة الجديدة والذكور راهما هنايا. وبهذه المناسبة راه كان حتى الافتتاح ديال ريستوران ديال المطعم ديال أزمور راه هو تحل، وكنتمنوا كل التوفيق للأطر الوطنية والمنتخب الوطني. مركز أزمور يعتبر مشتالا بالنسبة لرياضة الفن النبيل. افتتح أو تسلمت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة هذا المركز سنة 2015، وقد عرف نشاطا قدرا كبيرا من النشاط، فقد تم تنظيم أكثر من 73 دورة رياضية بحجم 306 من الملاكمين المرخص لهم بهذا المركز. بعد جائحة كورونا 19 تم تفكير من طرف المكتب الجامعي أن يتربص المنتخب الوطني ذكورا وإناثا بهذا المركز، حيث أصبح هو القاعدة الخلفية والضرورية للملاكمة المغربية. بطبيعة الحال على أنه تم استدعاء الفريق الوطني باش يكون في نفس التربص، إلا أن الإناث خدناهم في مدينة الجديدة والذكور بالنسبة لمركز أزمور. السنتر ديال أزمور بالنسبة لي أنا من أحسن السنتر اللي كاينين في المغرب. علاش من أحسن؟ حيت هو في ملك الجامعة. دابا كل شيء كاين، الهواء كاين، المسائي كاين، القاعة كاين، ريستوراسيون كاين، المبيت كاين، كل شيء الحمد لله. دابا اللي كان لا هو ريستوراسيون هو الماكله، ولا دابا دارت في السنتر، هذا هو لافونتاج الثاني اللي تزاد للسنتر. والسنتر من احسن السنتر اللي كاين، يعني ملي كتكون واحد الحاجه ديالك راك كتكون انت كتحكم فيها
كلشي المدرب ديالك كينعسو يتريني وفيقول الماكله كلشي موجود الحمد لله، كاين المدربين كاين الاطر. هاد السونتر خلينا سي اللي كتسمى اون باز اغيير، دابا شحال من معهد ساد لانستيتيو مولاي رشيد ما كي ناكوي با لي سبورتيف، السونتر دو بورغون تا هو تماما. دونك حنا واخا هكاك عندنا سونتر ديالنا فين نقدروا نجمعوا الدراري، فين نقدروا نديروا كومون ديراج، مي خاص يكون عندنا ان ستاج بيناتنا كنجيو هنا، والحمد لله عندنا شي امكانيات اللي مهمين بحال المبيت الماكله اكسيتيرا، ومازال خاص ننظموا شي حوايج باش يكون ثاني احسن منه، باش بوغ اكويا انكور بلوس دو بيرسون، خاص يكون ان بو بلو غران و ان بو بلوس دو ماتيريال ان شاء الله. شحال من واحد شحال من مسؤولين في الرياضه كيسحبوا لا بوكس بحال الكره ولا الاتليتيزم؟ لا علاقه، لي سبور كوليكتيف كيخدموا مع البطوله ديالهم، والاتليتيزم كيخدموا سي ان سبور انرجيك، دونك يقدوا شويه يترينيو نقولوا الايفرين ولا شي بلاصه. حنا سي ان سبور دو بوزيسيون، حنا ان سبور دو كومبا بحال لو جودو بحال لو تيكواندو، وحنا كلشي الدراري ديالنا كلشي ولاد يا با دو ام ار او، دونك كلشي كيبقاو هنا، وكنتمناو نخرجوا باش كنتسناو كنتمناو نخرجوا بور سو بريباري بارابور او زوت بوكسور. اون ا دي انفيتاسيون مي مالوروزمون مع الكوفيد ما نقدوش نخرجوا، دونك سا بوز كالكو بروبليم. وخاص نعرفوا ان جوز اولمبيك سا سي بريبار على 250 يوم، هاد 250 يوم غيبداو شهر 11 لو 16 نوفمبر، اون فايت 250 جور دي جو، وبغينا نديرو ان ماكسيموم دو كومبا، خاصنا نورمالمون 25 كومبا باش نكونو في المستوى انترناسيونال، وباقي ما حليناش هاد الكونتور ديال 25 كومبا من هنا لطوكيو، وهادشي شويه كيخوفنا باسكو خاص نعرفو حنا سي ان سبور دوبوزيسيون، خاص نطلعو المستوى ديالنا افيك دي زيكيب ودي تورنو انترناسيونال، ومازال ما باقي ما شفناش النهار باش واش نتمناو كلشي في يد الله. الامل امل سي اون ديمونسيون بسيكولوجيك، دابا كنتمناو ما نقدش نقول له ما بغيناش امل، غنشوفوا عندنا دي زاتليت دو كاليتي منهم نادير منهم ماضي خديجه، كنتسناو منهم ان شاء الله يديروا الماكسيموم ديالو باش يمشي يرابورت اون ميداي بور لو ماروك ان شاء الله. مؤهل في 91 كيلوغرام، الوحيد اللي مؤهل في لافريك كامل، معايا جوج دراري هنا اللي هو الصغير ونادير، وكاين حنا ثلاثه اللي مؤهلين. السونتر ديال الازمور يعني كنا في كادو جونيور يعني مزيان، يعني كاين سي مونير كاين سي مصباحي سي صرور سي بحلاس، يعني عطينا لونتخيمون يعني مزيانه غاديين يعني مزيان. سي علي علاش خاصنا ستاج على برا؟ الا ما كانوا ستاجاش يعني راه يعني ما كاين والو، ضروري خاص ستاجات على برا يعني باش تكون مزيان في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. عندي مدربين مزيانين السي مونير والسي مصباحي، علاش ما نديرش ميدالي؟ خاصنا ستاجات على برا وان شاء الله يكون غير الخير، بنادم خدم غير عقل. دونك دابا حنا في المرحله ديال التكوين بالنسبه لوجدوا لي بوكسور لي جو اولمبيك ان شاء الله. دونك من بعد هاد الجائحه اللي كانت، كان واحد الفتره ديال التوقف، دابا الدراري خاص يجتهدوا لا الجامعه ولا الطاقم التقني ولا الطاقم الطبي باش نوجدوا الدراري باش يطلعوا للمستوى العالي. دونك بالنسبه لهذ الفتره راه النهار الاول اللي جاوا لي بوكسور راه درنا واحد لي تيست ديال الكوفيد 19 لجميع لي بوكسور ولا الاطور ولا كل شيء، الحمد لله كانت النتيجه طلعت سلبيه. دونك دابا غنحاولوا باش نراقبوهم نجتهدوا باش ان شاء الله تبقى هذه الامور غاده بلا ما يتصاب لنا حتى لعاب ولا شي حاجه. الحمد لله السونتر موفر لهم جميع المسائل، لا الاكل ولا التتبع الطبي ولا كل شيء في عين المكان، تفاديا للخروج باش ما يكونش عندنا اصابات لا قدر الله. وراه عارفين بان الاصابه ديال كوفيد واخا تيكون العلاج بالنسبه للرياضيين نيفو هو نيفو تيكون واحد التاثير، تيبقى واحد التاثير. دونك حنا نحاولوا نجتهدوا جميع المتدخلين بالنسبه للبوكس باش ان شاء الله ما يتصاب لنا تا بوكسور.